بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقاً مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر وعلى وقع فشل مفاوضات القاهرة في أحداث أي خرق، تتجه الأنظار إلى الرد الإيراني الذي سيأتي منفصلا على ما يبدو. الرد هذا يقول مراقبون إنه بات قريبا من الإنجاز، ويتزامن مع منشورات تدعو إلى تجنب استخدام جزء من المجال الجوي التابع للجمهورية الإسلامية ابتداء من الأول من أيلول المقبل، كما وأنه يأتي مع تشديد الطرف الإيراني على أنه سيكون مدروسا بكل الأحوال. أما في لبنان فالأنظار تتجه إلى المعلومات المتداولة عن وصول باخرة المحروقات عصر اليوم إلى منشآت النفط في طرابلس. ومن الوصول المرتقب لباخرة الفيول الجزائري عصر اليوم تبقى البداية، والتفاصيل في هذا الاتصال الهاتفي مع الزميل حسين الشحادي. حسين يعطيك العافية، تتابع هذه المسألة، هل بتنا على قاب قوسين من عودة الكهرباء مع وصول الفيول الجزائري، وماذا في التفاصيل؟ تحية لك نتالي ولجميع المشاهدين. بعد أزمة الكهرباء التي لاحظت في الأفق خلال الأسابيع الماضية وأصبحت مدار الحديث، هي أولى الحلول بدأت تسلك مسارها. فمنشآت النفط في طرابلس بعد ظهر اليوم أي حوالي الساعة 5:30 هي على موعد مع وصول الناقلة البحرية عين أكر المحملة بالهبة الجزائرية، وهي عبارة عن 30,000 طن متر من الفيول أو الجزائر. والمفارقة أن هذا الفيول لا يمكن استخدامه في معاملنا، مما يعني أنه سيتم استبداله عبر مناقصة تمر بهيئة الشراء العام للحصول على فيول صالح للاستعمال في معامل الكهرباء، مما يعني أننا لا نلحظ تغير في ساعات التغذية حاليا إلا عند وصول شحنة بوت كارغو، والتي من المتوقع أن تصل في اليومين المقبلين آتية من مصر. وفي مطلع أيلول ستتحسن التغذية مع وصول شحنات أكثر، يعني مع وصول شحنات الفيول العراقي والتي ستصل بالتدريج. وعند وصول الباخرة سيكون هناك مؤتمر صحفي لوزير الطاقة وليد فياض بحضور السفير الجزائري في لبنان رشيد بالباقي. الجديد بالذكر أن منشآت طرابلس هذه كانت تسمى تاريخيا منشآت نفط العراق، ولكي لا نغفل عن الدور الذي لعبته العراق في هذا المجال، فهذه المنشآت تعتبر ممال للنفط العراقي لأوروبا. وبحسب مصادر وزارة الطاقة فإن العراق يعمل لإعادة تفعيل وتنشيط هذا الخط، مما سيعود بالنفع على لبنان إن كان من ناحية الكهرباء أو من ناحية النواحي الأخرى. إذا هذه أبرز الأجواء حتى الساعة بانتظار وصول الناقلة البحرية عين أكر الجزائرية والمؤتمر الصحفي للوزير وليد فياض الذي سيضعنا بالأجواء أكثر. نتالي، شكرا لك زميل حسين الشحادي على كل هذه المعطيات. أفادت صفحة إيران بالعربية التابعة للخارجية الإيرانية بخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن طهران حذرت شركات الطيران من توخي الحذر عند التحليق فوق أجزاء مجالها الجوي اعتبارا من الأول من أيلول. وتداولت مواقع التواصل خبرا مفاده أن إيران وجهت تحذيرا لشركات الطيران لتوخي الحذر عند التحليق فوق أجزاء من مجالها الجوي اعتبارا من أول أيلول، ويأتي ذلك وسط إبداء الولايات المتحدة مخاوف جديدة من اقتراب الرد الإيراني على إسرائيل. إلى ذلك أفاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأننا نعمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والحفاظ على علاقات مستدامة ومستقرة. فاصل جديد ونعود. أهلا بكم من جديد. حذرت روسيا فرنسا من أي ترهيب بحق مؤسس تطبيق تيليجرام بافل دوروف الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والروسية والإماراتية بعد توقيفه في مطار قرب باريس في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن الاتهامات المقدمة بحق دوروف خطيرة للغاية وتتطلب إثباتات على القدر ذاته من القوة، مضيفا وإلا سيكون من الواضح أن هذه هي محاولة لتقييد حرية التواصل وحتى الترهيب المباشر بحق رئيس شركة كبيرة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.